موفد قناة اي 24 نيوز رافق وفد الرئيس الإسرائيلي في جولته الخليجية وأفادنا بالرسالة التالية من أبوظبي. نعم، إذا الآن تنتهي زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى المنطقة. بدأها بطبيعة الحال يوم أمس في البحرين، مملكة البحرين، وكانت أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى مملكة البحرين. واليوم بطبيعة الحال كان قد تواجد في أبو ظبي، وبالتحديد في المؤتمر الخاص بكل مجال الفضاء في أبو ظبي. وعلى هذا الموضوع بالتحديد، يعني الرئيس الإسرائيلي قال إن هذه الزيارة تأتي يعني لتتويج عامان من اتفاقيات إبراهيم. وبطبيعة الحال يقول لنا الرئيس الإسرائيلي إن هذا السلام الذي نتج عن اتفاقيات إبراهيم هو مهم بالنسبة للبحرينيين والإماراتيين، وبطبيعة الحال لكل من كانوا في هذا الاتفاق، ومن جهة أخرى بطبيعة الحال للإسرائيليين. لذا هذا يضع القادة الإسرائيليين في مكان مسؤولية للحفاظ على هذه الاتفاقيات واستمرار توسيعها بطبيعة الحال. الآن نحن نعلم من مصادر خاصة في الرئاسة الإسرائيلية إن البحرينيين أو أولا الإماراتيين، يعني بما يتعلق بقضية الفضاء، هم يعني كانوا يملكون نوعا ما من الرؤية لمجال الفضاء وصناعة الفضاء عندهم قبل 50 عاما، ويريدون أن يعني يستمروا في توسيع هذا الأمر، ويرون في إسرائيل واحدة من الدول التي ممكن أن تكون شريكة قوية للإمارات في هذا المجال، إلى جانب الهند. وبطبيعة الحال يعني رئيس الوزراء الهندي كان متواجدا أيضا في هذا المؤتمر. أما بالنسبة للبحرينيين فهم يقولون لنا في الرئاسة الإسرائيلية إن البحرينيين يعني لا يريدون أن تكون اتفاقيات إبراهيم فقط مجرد ورقة وقع عليها، وإنما يريدون توسيعها، يريدون أن يعني يواصلوا هذه السيرورة بشكل عام، ويواصلوا التعاون، خصيصا التعاون التجاري، كل ما يتعلق بالاستثمارات الإسرائيلية التي يريدون أن يروها في داخل البحرين، وكذلك التعاون الاقتصادي في مجالات عدة بشكل عام. لهذا كان هناك وفد من الاقتصاديين الإسرائيليين، من رجال أعمال الإسرائيليين، وبطبيعة الحال من سلطة الابتكار الإسرائيلية وغيرهم من السلطات المعنية بهذا الموضوع. ففي نهاية الأمر كان هناك لقاء نوعا ما يعني اقتصادي بشكل كبير، ولكن من جهة أخرى مهم أيضا على المستوى الدبلوماسي، خصيصا بطبيعة الحال في ظل الحكومة الجديدة التي من المتوقع كما يقول البعض أن تكون يمينية متشددة. ولكن مرة أخرى البحرينيين والإماراتيين يشددون على أن رئيس الوزراء المرتقب ورئيس الوزراء المكلف حاليا بنيامين نتنياهو، الذي وقع على اتفاقات إبراهيم، يريدون منه أو يؤمنون بأنه سيواصل نفس المسيرة التي بدأها في السابق. بهنا نصل إلى ختام هذه الزيارة التي قال الرئيس الإسرائيلي بطبيعة الحال أنها زيارة تاريخية للمنطقة، خصيصا أنها مرة أخرى أول زيارة لرئيس إسرائيلي لمملكة البحرين.